والنهارده طبعا على عجاله او بايجاز بسيط بخصوص موضوع قائمه تشغيل، او اهم قائمه تشغيل في الوقت الحالي اللي انا شغال عليها بقالي سنه بالظبط، اللي هي قائمه تشغيل تاريخ الكاراتيه المصري. طبعا الغالبيه العظمى على علم بما تم انجازه من فيديوهات وما وعمليه التواصل اللي هي فيها صعوبه جدا، بتواصل مع الاشخاص ومع الابطال ومع المدربين مع الناس اللي بعمل لهم حلقات، وفي يعني مجموعه كبيره من الناس انا تواصلت معاها بالفعل بقالي فتره، يعني في خلال العام ده تواصلت معاهم اكثر من مره، والناس دي يعني فيهم ناس اعتذرت، وطبعا انا بقدر ظروف الجميع وبقدر الامور الشخصيه. طبعا دي عمليه انا ما برغمش اي حد على اني اعمل له حلقه واقول له انا بعمل بوثق التاريخ وكده، كل انسان مننا بيبقى عارف ايه اللي بيحتاجه، ايه اللي ممكن يناسبه، ايه اللي ما يناسبوش. وانا بعمل توثيق لتاريخ الكاراتيه المصري بمنتهى الحياديه، يعني انا ما بنحس لاي حد او بان انا يعني بجامل حد في الامور دي او في عمل الحلقات. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان انا يعني بدات بالراعي الاول وبالساده المدربين الاوائل، الساده المدربين القدامى والاساتذه الكبار اللي كلنا بنعرفهم، وبدات بيهم الاول، وبعد كده بدات بجيل ال 83 اللي هم ابطال العالم 83، اول بطوله اتحققت واول انجاز اتحقق لمصر، وعملت تغطيه كامله او يعني يكاد يكون كامله، يعني ان عملت اغلب الشخصيات واغلب اللاعبين الابطال والساده المدربين حاليا اللي هم كانوا موجودين في الجيل 83 اللي هو الجيل الذهبي. وبحاول ان انا بعمل تغطيه كامله للجيل كله اللي لعب في 83. وقلت يا جماعه انا دايما ببدا بالناس الاوائل والناس الابطال والناس المشاهير، وبعد كده الامور بتمشي مع على حسب الاجيال. يعني انا قلت جيل السبعينات او الجيل اول جيل بدا للكاراتيه الراعي الاول المدربين القدامى، وبعد كده نقول الجيل اللي بعده اللي هو جيل في الثمانينات والجيل اللي في التسعينات والجيل اللي في الالفينات وهكذا. وطبعا العمليه بالتواصل ويعني هنستمر فيها على اساس ان احنا نعمل تغطيه كامله، لان الموضوع كبير كبير ومش سهل، يعني الموضوع صعب وكلكم بتقدروا الشيء ده يعني. وبحب اعمل تنويه وتذكير فقط ان انا يعني تواصلت مع الاتحاد المصري للكاراتيه وعملت زياره للسيد رئيس الاتحاد في يوم تقريبا 11 سبتمبر، يعني من حوالي 3 شهور، وكان في شبه اجتماع في الاتحاد، يعني بالصدفه ان انا لقيت بعض الناس وبعض الساده المدربين الافاضل، وكانت فرصه طيبه جدا ان انا بعرض عليهم الفكره بتاعه عمليه توثيق تاريخ الكاراتيه بخصوص مساعدتي في عمليه التواصل مع بعض الساده المدربين وعملية تجهيز بعض المحتويات الخاصة بحلقات اللي أنا عايز أعملها عن أغلب مدربين مصر وخصوصا المدربين القدامى والرعيل الأول. فالموضوع مش سهل، وطبعا ما ننساش الناس الأموات رحمة الله عليهم، ناس طبعا أفاضل وناس كان ليهم بصمة كبيرة في تاريخ الكاراتيه المصري. ومش معنى إن أنا بعمل للأحياء حاليا يبقى ننسى الناس الابطال والناس المدربين القدامى والناس المشاهير منهم رحمه الله عليهم جميعا. فبحاول بعمل تغطيه كامله على اساس يبقى تاريخ الكاراتيه المصري شامل لجميع الاسره المصريه وجميع الناس الطيبه اللي احنا عرفناهم من 50 سنه فاتوا. وطبعا انا تواصلت مع خلاصه الاجتماع ده ان وعدونا بان هيبقى في لجنة خاصة من الاتحاد بتشكل بخصوص عملية توثيق التاريخ المصري أو تاريخ الكاراتيه المصري. وإلى الآن أنا يعني بقول لحضراتكم بمنتهى الصراحة، إلى الآن ما تمش أي شيء، وما يعني أنا شغال ما زلت بصورة فردية وصورة شخصية، وبحاول أعمل وأجتهد لأني بقالي سنة كاملة على الحال ده، من أول 23 والنهارده نهاية 23 وبداية 24، وما زلت الحمد لله من فضل الله بعمل وبنتج حلقات بمنتهى الحب ومنتهى الإخلاص
لجميع الناس، وما عنديش مشكلة مع أي حد قديم وجديد. وبخصوص عملية التواصل، يعني أنا ما زلت بعمل عملية تواصل مع السادة المدربين، عشان برضو بخصوص عمل حلقات ليهم، بحيث نعمل تغطية من جميع الجوانب لعملية التاريخ المصري. والحلقات طبعا، الحلقات اللي أنا عاملها على الـ على الـ على الـ في قائمة التشغيل على القناة، هي مش بالتسلسل الزمني اللي أنا كنت بتمناه، اللي هو طبعا جيل السبعينات، وبعد منه جيل الثمانينات، جيل التسعينات، وجيل الألفينات. ولكن بقدر الإمكان إحنا بنعمل على حسب عملية التواصل، وعلى حسب المحتوى اللي بيجي لكل مدرب أو كل شخص، بحاول أظهر له أو بعمل له حلقة تكون كويسة، تظهر جميع جوانب تاريخ حياته الرياضية وتاريخه في مجال الكاراتيه. ومن الناس اللي أنا حابب إن أنا أتواصل معاهم الكابتن الكبير والأستاذ الكبير والخبير الأول، الكابتن شمس الدين صفناطي، وهو طبعا ربنا يديله الصحة والعافية، عايش في الإمارات، وبحاول أتواصل معاه من خلال بعض السادة المدربين والإخوان هناك، بحيث نعمل له يبعتوا لي محتوى أعمل له حلقة، علشان يعني تكتمل الصورة بتاعت تاريخ الكاراتيه والرعيل الأول. لأن الكابتن شمس الدين صفناطي ليه تاريخ في مصر، وكان حاضر معانا أو كان حاضر مع الجيل الأول في بدايات الكاراتيه في مصر، رغم انه هو سوري، او يعني هنقول هو اخ لينا، ويعتبر كان بلده الثاني مصر، بس هو حضر بدايات الكاراتيه في مصر، ومن حقه طبعا او من حقه علينا ان احنا نعمل له حلقه خاصه ونعمل تغطيه ليه، علشان تكتمل جوانب التاريخ المصري القديم وبدايات الكاراتيه في مصر. وطبعا احنا نتمنى ان احنا نستفيد منه ومن الكلام اللي هيقوله عن بدايات الكاراتيه في مصر. وبرضه من الناس اللي انا حابب اتواصل معاهم وحابب ان انا اعمل لهم حلقات عشان تكتمل الجيل ال 83، الجيل الذهبي، طبعا السيد المستشار زكريا عبد العزيز، اتمنى ان انا اعمل له حلقه وان شاء الله بتواصل معاه. وعايزين طبعا الكباتن الكبار الحاليين اللي هم من جيل التسعينات، والناس اللي عملت انجازات لمصر كمدربين، حابب برضو ان انا اعمل عنهم حلقات. وفي نهاية اللقاء الشخصي السابع مع حضراتكم، وبعد عرض الحصاد بتاع سنة 2023 وما تم انجازه على القناة، وبتمنى ان انا دايما اتواصل معاكم بالخير، واتمنى يكون المسيرة بتاعتنا بتعجب الكثير منكم، وأتمنى لكم مشاهدة طيبة دايما على قناتي، وأشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.